أهلا بكم إلى نشرة المنتصف من يابان شباب، معكم هشام جابر وهشام مزيادي، والبداية مع أبرز العناوين. الخارجية اليمنية تكشف عن منع الإمارات للرئيس هادي من العودة إلى عدن. الجيش يستكمل تأمين المجمع الحكومي في مديرية الظاهر بصعدة، والمقاومة الشعبية تسيطر على مواقع جديدة بمديرية ذي ناعم بالبيضاء. وتتابعون أيضا، الباتريوت يعترض باليستيين حوثيين في أجواء المخا، ودعوات متزايدة لسرعة إغاثة سكان قرى بحيث بدأوا أكل أوراق الشجر بعد حصارهم من قبل الميليشيا. السلام عليكم. كشف وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الخلاف مع دولة الإمارات أجل عودة الرئيس عبد رب منصور هادي إلى عدن. وقال المخلافي في حوار مع شبكة بي بي سي البريطانية إن الإشكاليات والتباينات مع الإمارات والتحالف العربي لا بد أن تحل ولا يمكن أن تستمر، خصوصا فيما يتعلق بالميليشيا الخارجة عن الشرعية. وأضاف أن الحكومة ستدخل في حوار واسع مع التحالف والإمارات لتصحيح الاختلالات والتباينات في العلاقة بينهما للوصول إلى صيغة تتناسب مع دور التحالف في دعم الشرعية حسب قوله. وفي إطار التطورات العسكرية في صعدة، فقد استكمل الجيش الوطني تأمين المجمع الحكومي في مديرية الظاهر الواقعة على الجنوب الغربي لمحافظة صعدة، وذلك في عملية شارك فيها طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش فرضت سيطرتها على سوق الملاحيظ بمديرية الظاهر، والذي يبعد قرابة 10 كيلومترات عن مسقط رأس زعيم الميليشيا في منطقة مران. وأفاد المصدر أن عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا سقطوا، فيما ترك آخرون مواقعهم على وقع معارك عنيفة. ودمرت مقاتلات التحالف العربي مخازن أسلحة في منطقة طلان بمديرية حيدان، إضافة إلى استهداف آليات عسكرية في منطقة مذاب بمديرية الصفراء، وغارة أخرى على تجمعات للميليشيا في ميدان تدريبي داخل معسكر كهلان شرق مدينة صعدة. وأشار المصدر إلى أن غارات التحالف شملت مبنى المحكمة في منطقة غمار بمديرية رازح، أدت إلى مقتل 5 أفراد من عناصر الميليشيا الحوثية وجرح 7 آخرين. وأفاد أن عددا من خبراء الصواريخ الباليستية وقياديا في الميليشيا برتبة عميد يدعى عبد الله سعيد عبد الله الجبري لقوا مصرعهم في تلك الغارات، فيما تستعد قوات الجيش للزحف باتجاه معقل ميليشيا الحوثي في جبال مران من 5 محاور. أما في الجوف، فقد شهدت مديرية المصلوب بالمحافظة فجر اليوم الاثنين معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثيين الإنقلابية من جهة أخرى. وقال مصدر عسكري إن معارك هي الأعنف شهدتها اليوم جبهتا الساقية والسلان بمديرية المصلوب بالجوف، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. كما أعلنت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء تحرير 3 مواقع في مديرية ذي ناعم عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثيين الإيرانية. وقال مصدر في المقاومة إن الجيش فرض سيطرته على 3 مواقع بجبل القوس وأشعاب ناصر عقب معارك شارك فيها الطيران الحربي للتحالف العربي. أضاف المصدر أن مقاتلات التحالف قصفت مخزن أسلحة تابعا للميليشيا في موقع عباس، وشهدت سيارة الإسعاف وهي تهرع إلى المكان. وفي جبهة الزاهر بآل حميقان، أفشلت المقاومة محاولة للميليشيا لزرع ألغام بعد أن تم الهجوم عليها من موقع جبهة الغول والقوعة والجردي والحبج، وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا هناك. وينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع عارف العمري، مدير عام الإعلام بمحافظة البيضاء. بداية أرحب فيك سيد عارف، ونتحدث عن المواقع التي سيطرتم عليها وعدتم بذلك، يعني ما كان يسيطر عليه الحوثيون من قبل، وهي القوس وأشعاب ناصر عقب معارك شرسة. بداية، هل يمكنك أن تحدثنا عن أهمية هذه المواقع؟ مرحبا بكم وحيا الله قناة يمن شباب. هذه المواقع التي سيطرت عليها المقاومة الشعبية في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء
وهي تبة القوس والسباب المجاورة لها، هي مواقع استراتيجية كانت ميليشيا الحوثي من خلالها تقوم بقصف عدد من القرى المجاورة ومنها قرية الدريعة، وتستهدف منازل المواطنين بشكل يومي وبشكل مستمر. وهذه المواقع التي تم تحريرها هي أيضا خطوة جبارة وجديدة في محاولة لاستعادة المواقع التي لا زالت مركز فيها ميليشيات الحوثي بالقرب من تبة القوس. وإذا ما تم السيطرة أيضا على الجبال المطلة، فإن بذلك نستطيع أن نقول بأن مديرية ذي قد خطت خطوة جبارة نحو. طيب سيد عارف، خلال الفترة الماضية كانت عمليات المقاومة في ذي نعم والزاهر أيضا تتسم بوضع الكمائن لميليشيا الحوثيين، الآن هل باتت المقاومة تسيطر على مناطق واسعة وتدحر ميليشيا الحوثيين منها؟ نعم، فبالنسبة لمديرية الزاهر يعني يستخدم رجال المقاومة هناك المواجهات المباشرة مع الحوثيين، ويسيطرون على ما يقارب من 90% من مديرية الزاهر. تبقى منها فقط مركز مديرية الزاهر بيد الميليشيات الحوثية. وفي مديرية ذي نعم أيضا كانت المقاومة الشعبية تستخدم الكمائن لقتال الميليشيات الحوثية، ولكنها الآن تطورت إلى المواجهات المباشرة والاقتحامات المباشرة، وهذا دليل ومؤشر على أن اطلاع الميليشيات في محافظة البيضاء بدأت تتهاوى، وأن الجميع متجه نحو التحرير. طيب وأيضا في مديرية أو مناطق طيفة هناك مواجهات مباشرة ليلة البارحة والتي قبلها على مواقع الميليشيات الحوثية في منطقة الزوب والمناطق المجاورة لها. ولكن للأسف دائما الميليشيات الحوثية دائما عندما تمنى بهزائم، عندما تواجه رجال المقاومة تقصف المنازل وتقصف المواطنين الآمنين. طيب يعني وأنت تتحدث عن جبهة الزاهر وتحديدا الحميقان، كانت هناك أيضا هجمات ضد ميليشيا الحوثيين قام بها رجال المقاومة الشعبية في جبهة الغول والقوعة والجردي والحبج، هل يمكنك أن تطلعنا على نتائج هذا الهجوم؟ نعم، المقاومة الشعبية في مديرية الزاهر هي تقوم منذ أكثر من عامين أو ما يقارب 3 أعوام بهجمات مستمرة على ميليشيات الحوثي، وهذه التضحيات تحتاج لها وقت طويل للحديث عنها. هناك عدة جبهات، جبهة القوعة، جبهة القول، جبهة الحبج، جبهة الأجردي، يعني جبهات كثيرة لا أحصرها، ولكن كل هذه الجبهات تقوم بدور جبار ودور كبير في استنزاف ميليشيات الحوثي بشكل يومي وبشكل متواصل. يعني دائماً رجال المقاومة الشعبية يهجمون على تلك المواقع، يستنزفون الحوثيين فيها بشكل شبه يومي. يعني من ضمن هذا الاستهداف أيضا قصف طيران التحالف لمخازن الأسلحة التي يمتلكها الحوثيين، وأيضا قصف المواقع التي يتمركز فيها الحوثيين لتسهيل وصول المقاومة الشعبية وسيطرة على بعض الأماكن الصعبة وخاصة في التلال. نتحدث مثلا عن قيام التحالف العربي بقصف موقع عباس ومخازن الأسلحة هناك، كيف أو ما طبيعة مشاركة طيران التحالف في المعارك المندلعة حاليا في البيضاء؟ طيران التحالف العربي مشارك وبقوة جبارة، ونحن من خلالكم نوجه شكر لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على جهودها الجبارة في إسناد رجال المقاومة. بالأمس القريب الطيران قصف في مديرية ذي نعم ودمر دبابة، وأيضا قصف مواقع للأسلحة ودمرها، كما أن طيران التحالف اليوم قصف بقارتين مركز مديرية القريشية الذي تمركز فيه الميليشيات الحوثية، بعد إفراط هذه الميليشيات في قصف وحصار منطقة الزوب. فطيران التحالف العربي يعني يقدم خدمة كبيرة جدا لرجال المقاومة، وهو داعم كبير في تقدم رجال المقاومة. طيب يعني في الحديث عن مديرية القريشية والمعارك ما زالت مندلعة هناك،
ضد ميليشيا الحوثيين، وذكرت أنت أيضا أن طيران التحالف شارك بقصف المواقع التي كان الحوثيون من خلالها يشنون قصفا على إدارة أمن أو إدارة مديرية القريشية وأيضا منازل السكان هناك. البعض يتحدث عن ضرورة السيطرة على يعني موقع أو سبلة الجرم، أو بمعنى يعني الجبل جميدة الاستراتيجي الذي ربما يؤمن المنطقة بشكل عام. ما الذي تحتاجه المقاومة والجيش الوطني لكي يستطيع أن يسيطر على هذه الأماكن الاستراتيجية ويحكم قبضته الأمنية عليها؟ بالتأكيد رجال المقاومة الشعبية سيطروا على جبل جميدة قبل شهر، ولكن للأسف لأنه أصلا لا توجد قوة متكافئة بين الطرفين، الميليشيات الحوثية تمتلك الدبابات وتمتلك الأسلحة المتطورة التي تجلبها من إيران وتقتل. نعم RPG، وبالتالي هم بحاجة إلى دعم أكبر من الأسلحة النوعية التي يستطيعون من خلالها أن يثبتوا في الأماكن التي يحررونها، كما أنهم بحاجة أيضا إلى إسناد طيران التحالف. وطيران التحالف نقول بأنه يقوم بإسناد المقاتلين، ولكن ما يريده المقاتلين بشكل أكبر هو أن يكون الطيران متواجد لحظة الهجوم. ولذلك نحن نكرر ونقول أن المشكلة التي يواجهها رجال القبائل، رجال المقاومة الشعبية والكتائب المنضوية تحت الجيش في الزاهر وفي دناعم في الصومعة وفي مكيراس وفي قيفة وفي العبدية وفي الوهبية وغيرها من جبهات المقاومة، الذي ينقصهم هو العتاد والسلاح المتطور. نعم، العتاد والأسلحة المتطورة. سيد عارف، يعني من خلال حديثك ذكرت عدة جبهات يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد الحوثيين، وقبل فترة أعلن الجيش الوطني والحكومة أنها في صدد تحرير محافظة البيضاء التي صبرت لفترة طويلة وهي تحت قصف ميليشيا الحوثيين وانتهاكاتهم التي طالت حتى المدنيين. يعني بالأمس أيضا كانت هناك معارك في منطقة قانية وتم تحرير جزء كبير منها. الآن هذه المعارك المستمرة في هذه الجبهات ودعم الجيش الوطني وطيران التحالف، هل تعتقد أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيسفر عن تحرير يعني لو نستطيع أن نقول 80-70% من محافظة البيضاء؟ نحن قبل أمس تحدثنا إليكم في نشرة المنتصف وقلنا لكم بأن المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء والكتائب المنضوية تحت الجيش لديها مفاجآت، وفعلا هذا ما أسفر عنه يوم أمس، حيث تحركت جبهة الزاهر وجبهة ذي ناعم وجبهة قيفة وتحركت. ولذلك نحن نقول بأن المقاومة الشعبية وكتائب الجيش في محافظة البيضاء تسطر أروع ملاحم البطولة وأروع ملاحم التضحية ضد ميليشيات الحوثي، وهي جاهزة لأن تحرر البيضاء. نحن نتحدث هنا عن محورين أساسيين، هما محور ناطر ومحور قانية. إذا تم الوصول إلى منطقة عفار فنحن نستطيع أن نقول بأنه تم تحرير 50% إلى 60% من محافظة البيضاء. وإذا ما تقدمت المقاومة الشعبية في محور منطقة قيفة فنحن نستطيع. إذن وضحت الصورة. سيد عارف العمري مدير عام الإعلام بمحافظة البيضاء كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. من جهة أخرى، شنت الميليشيا قصفا عشوائيا بالدبابات وعربات PMB وقذائف الهاون من مواقع تمركزها بمبنى إدارة مديرية القريشية وجبل جميدة الاستراتيجي، وطال القصف قرية الزوب حيث تسبب القصف في أضرار كبيرة بمنازل السكان. وذكر المصدر أن مقاتلات التحالف قصفت موقع الميليشيا في مبنى إدارة المديرية الذي تجعل منه الميليشيات غرفة عمليات، وتشن منه قصفا على قرية الزوب، إضافة إلى غارات أخرى طالت موقع الميليشيا بسبلة الجرم حيث اشتعلت النيران فيه عقب القصف. وشنت المقاومة عقب ذلك هجوما على مواقع المتمردين بجبل الحائط وجبل أحمد سمندار بالقرب من موقع جميدة الاستراتيجي بمنطقة الزوب، أسفر عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، فيما ارتقى في تلك المعارك شهيدان من المقاومة الشعبية. اعترضت منظومة الباتريوت التابعة للتحالف العربي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإيرانية على مدينة المخأ الساحلية غربي محافظة تعز. وقال مصدر محلي إن الباتريوت اعترضت الصاروخين فوق سماء يختل
شمال مدينة المخا ودمرته دون وقوع أضرار. وهز انفجار كبير سماء المنطقة مساء الأحد مما أثار الرعب في أوساط السكان، ورجح المصدر إطلاق الميليشيا للصاروخين من اتجاه مديرية الخوخة شمال المخا. أما في تعز فقد أفشلت قوات من الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوثيين الإنقلابية شرق المحافظة. وقالت مصادر ميدانية إن قوات من اللواء 22 ميكا أحبطت محاولة تسلل للميليشيا في محيط معسكر التشريفات شرق المدينة. من جهة أخرى، شنت الميليشيا المتمركزة في مبنى جامعة العلوم والتكنولوجيا وتبتي السلال وسوفتيل قصفها بكافة الأسلحة الثقيلة على مواقع لواء 22 ميكا في محيط القصر الرئاسي ومعسكر التشريفات. توعد قيادي في المقاومة الشعبية بالتعزية شمال شرق مدينة تعز بمزيد من العمليات والكمائن ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية. يأتي هذا بعد أن لقي المدعو أبو المعارك قائد الميليشيا الحوثية في التعزية مصرعه في كمين مسلح للمقاومة الشعبية بالحيمة شمال شرق تعز. وقال مدير مديرية التعزية صادق معيد ليمن شباب إن الإرادة موجودة والهمة عالية لدى رجال المقاومة الشعبية، وإن هناك ترتيبات خاصة لمزيد من العمليات التي ستحصد قادة وعناصر الميليشيا، وحيث لا يوجد لها أي حاضن شعبي للميليشيا الإجرامية. وقال معيد إن المقاومة تعتمد على السلاح الخفيف مثل الكلاشينكو في هجماتها على الميليشيا، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تعتبر ردة فعلا على ما تقوم به الميليشيا من عبث بممتلكات المواطنين وفرض جبايات وضرائب على مزارع المواطنين وعلى الممارسات الوحشية المتمثلة بقصف قرى الآمنين وقتل النساء والأطفال. وأضاف مدير التعزية أن مواصلة استهداف الميليشيا الحوثية للقرى الآهلة بالسكان دليل على الحقد والكراهية التي تحمله هذه الميليشيا لتعز وأبنائها. ونشد معيض المنظمات الدولية إلى العمل والضغط على الميليشيا لتجنيب المدنيين في الحروب وسرعة إغاثة السكان، مؤكدا في ذات الوقت على أن المقاومة لم ولن تنتهي والكمائن ستستمر وستكون لهم أكثر إيلاما. اغتال مسلحون مجهولون جنديا من قوات اللواء 22 ميكا بمدينة تعز. وقال مصدر محلي إن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقوا النار على الجندي هاني العزاني في منطقة المجلية بالقرب من جامع شيباني وأردوه قتيلا على الفور. وأشار إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة. وشهدت مدينة تعز آخر عملية اغتيان نهاية شهر مارس الجاري، وقتل فيها إمام مسجد العساء عمر دوكم متأثرا بإصابته، كما توفي على الفور المسؤول عن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة رفيق الأكحلي. وليس بعيدا عن تعز، ففي لحج شنت مقاتلات التحالف العربي غارة على مواقع للميليشيا الحوثية في شمال المحافظة. وقال مصدر عسكري إن الغارات استهدفت آليات وتجمعات للميليشيا في منطقة الشريجة. وأسفرت الغارات عن تدمير عربة عسكرية ومقتل وجرح عناصر الميليشيا التي كانت تستقلها. وكانت قوات الجيش الوطني قد سيطرت على مدينة الشريجة القريبة من مديرية الراهدة التابعة لمحافظة تعز في السادس من شهر مارس الماضي. قال مصدر محلي في مديرية حيس إن ميليشيا الحوثي الإيرانية استعادت السيطرة على قرية الدنين غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة. وأشار المصدر إلى أن تقدم الميليشيا جاء في ظل تقاعس طيران التحالف العربي عن القيام بأي طلعات أو غارات جوية على تجمعات ومواقع الانقلابيين المدعومين من إيران. وأضاف المصدر أن القرية تقع أو يقع فيها مشروع المياه الوحيد الذي يمد مركز المديرية بمياه الشرب، وتم تحريرها قبل نحو شهرين ونصف. هذا واستشهدت مسنة وطفلة في قصف حوثي استهدف مناطق مأهولة بالسكان في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة. وقال مصدر محلي إن مسنة تبلغ من العمر 60 عاما وطفلة في 16 من العمر استشهدتا في قصف للميليشيا طال حيا سكانيا في المدينة التي تم تحريرها مطلع شهر فبراير الماضي. وأضاف أن قذيفة سقطت على منزل بحارة المحل وأسفرت عن استشهاد طفلة ومسنة وإصابة آخرين نقلوا إلى مدينة المخا لتلقي العلاج.
وتواصل ميليشيا الحوثيين الإيرانية شن هجمات صاروخية ومدفعية تستهدف المدنيين والتجمعات السكانية في مديرية حيز. على صعيد متصل، تزايدت الدعوات التي يطلقها ناشطون وسكان محليون بشأن سرعة إغاثة الآلاف من سكان مدينة وقرى حيس بعد ورود تقارير داخلية عن مجاعة تضرب قرى حيس المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي الإجرامية وتواصل قصفها للمنازل السكنية في تلك المناطق. وقال الصحفي والناشط وديع عطا في مداخلة له على يمن شباب إن بعض الأسر لجأت إلى أكل أوراق الشجر لسد رمق الجوع. وأشار عطاء إلى أن 50 إلى 60 قرية في أطراف حيس يعيش فيها المواطنون في حالة مأساوية جراء انعدام القوت الضروري وغياب المنظمات الدولية والاهتمام الحكومي، مؤكدا أن المؤشرات تتجه إلى كارثة إنسانية في حالة عدم تدارك الأمور. ودعا الناشط وديع عطا المنظمات الدولية إلى التدخل الفوري والمباشر لإنقاذ سكان هذه المناطق من الحصار الحوثي وتقديم المساعدات والمعونات لتلقي كارثة إنسانية. وقال عطا إنه لم يتبقى سوى 40% من السكان بعد موجة النزوح جراء القصف المتواصل، مشيرا إلى أنه لا يكاد يتوقف القصف عن مدينة حيس وقراها. وللحديث عن محور حيس ينضم إلينا الصحفي وديع عطا. أهلا وسهلا بك سيد وديع. بداية، ما صحة المعلومات التي تقول عن إعادة سيطرة الميليشيا على قرية الدنين غرب مدينة حيس؟ عودة الحوثيين أمس حسب مصادر محلية إلى قرية الدنين، وهي بالمناسبة تتبع إدارية مديرية الخوخة. نعم. مؤشر خطير ايضا بان هناك تداعي في الجبهه الغربيه لمصلحه الحوثيين للاسف، وهذا يهدد ايضا استقرار سكان مدينه حيس، خصوصا وان مشروع الدنين هو الوحيد واليتيم الذي يغذي اكثر من 30,000 نسمه بالمياه من هذه المنطقه، تسللوا اليها بعد ان اخضعوا اكثر من 4 قرى وهي حاليا تحت سيطرتهم العسكريه في ظل غياب مريب يعني للطيران التابع للتحالف. هذا الموضوع يعزز ايضا من مخاوف الناس وقلقهم، لان حيث تكاد ان تصبح جزيره معزوله ومحاصره من الجهات الاربعه، الان لا اصبح لا يربطها الا بالخوخه الى الخط الاسفلتي فقط وبعض الخطوط البريه المتاخمه لهذا الخط الاسفلتي. نعم، يعني استاذ سيد وديع، الحديث عن هذه المنطقة وعن مشروع المياه الوحيد الذي يتواجد بمنطقة الدنين، يعني هذا التخوف هل هو يعني منطقي؟ ما داعي هذا التخوف؟ يعني من ماذا يتخوف المدنيون بما يخص مشروع المياه؟ هل بالفعل سيتم استخدامه كضغط على المدنيين، كتعطيش المدنيين؟ لماذا هذا التخوف برأيك؟ التخوف هو أول شيء في البعد العسكري، يعني في البعد العسكري هذه الدنين تعتبر الآن منطقة تابعة للخوخة، معناها أن الدنين هي أول قرية من الخوخة المحررة يستعيدها الحوثيون. نعم. وفي هذا مؤشر عسكري خطير يفترض أن يتنبه له القيادات العسكرية الموجودة في الميدان. نعم. فيما يتعلق بالخدمات المجتمعية أيضا، أبناء حيس مستفيدين من هذا المشروع، وفيما لو افترضنا بأن هناك جناية ممكن أن تقترف ممكن أن يسمم هذا المشروع الذي يعني يستفيد منها 30,000 نسمة موجودين في هذه المديرية. الموضوع له بعد عسكري خطير لابد أن يدرك، يعني الموضوع لا يتعلق بالدنين فقط بل يتعلق بأن الحوثيين بدأوا يستعيدوا قرى يعني غربية تحيط بحيث، إضافة إلى تواجدهم في الجهات الثلاث الأخرى أيضا من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب أيضا. الآن المنطقة الجهة الغربية الآن تكاد تتداعى، وعلى القيادات العسكرية أن تنتبه لهذا الموضوع وأن تتنبه لهذا الموضوع، وإلا فإن حيس مؤهل للسقوط في أي لحظة. نعم. طيب سيد وديع، إذا يعني اتفقنا معك على أهمية هذه المنطقة، منطقة الدنين، ويعني عمليا أول منطقة محررة في حيس يتم استعادة أو إعادة احتلالها، طيب إذا كانت بهذه الأهمية لماذا غاب طيران التحالف عن يعني هذه المعركة؟ ما التفسير؟ هذا هو السؤال. نعم.
الحقيقة بأن هناك بعض القيادات في يعني بعض القيادات اتهامية تتكلم بأن هناك ضغوط من قيادات إماراتية تهدد بتخفيض الدعم العسكري واللوجستي أيضا للمناطق المحررة ما لم يتم التسليم لطارق عفاش بالمفتوح، يعني هذا الذي يبرر غياب الطيران وهذا الذي يجعل إذن يعني هي ورقة ضغط من الإمارات لفرض أواقع طارق عفاش. وللأسف حيث هي كبشة يعني كبشة الفداء الذي يقدم وتنزف يوميا يذهب منها الجرحى ويوميا يسقط فيها الشهداء ويوميا ولا يزال النزوح منها مستمر إلى هذه الساعة. وأكثر من ذلك أيضا بأن الحوثيون الآن في القرى الريفية المحيطة بحيث الآن خلال 48 ساعة فقط تم تهجير أكثر من 6 قرى من المحيطة بحيث، وهذا أيضا يمثل أيضا نكبة إنسانية جديدة أيضا تضاف إلى النكبات التي يعيشها أبناء حيث في الريف أو في المدينة. طيب. اللجوء يعني حيثية تهجير السكان المدنيين، يعني ما المراد من هذه العملية؟ المراد منها أول شيء التمترس في المزارع والبيوت التي ممكن أن تمثل مأوى للحوثيين، ثانيا صنع ضغط إنساني على المقاومة وفي المناطق المحررة الخوخة وحيث، وهي مناطق عاجزة تماما عن استيعاب النازحين من المدن نفسها وعن حتى توفير الخدمات. حتى الآن لم تطبع الخدمات بشكل رسمي ليس في الخوخة فقط بل حتى حيث وحتى في المخا أيضا، حتى اليوم الموظفون لم يستلموا رواتبهم ولا الأمن استتب، وليس هناك جهات موحدة أيضا لإدارة المواطنين، الأمن بيد جهات مشتتة والإدارة الخدمات أيضا لا تزال حتى الآن غير معترف ببعض القيادات المعينة رسميا من قبل المحافظ. نعم. هناك نوع من الفوضى الإدارية والفوضى الأمنية غير الواضحة في هذه المناطق المحافظة. سيد وديع، يعني قبل أيام أطلقتم نداء استغاثة وأوضحتم فيه أن يعني الكثير من السكان المحليين الذين بقوا في أرضهم يعانون مجاعة حقيقية وقد بدأوا بأكل أوراق الشجر ما إلى ذلك. بعد النداء الذي أطلقتموه هل تم أي استجابة لندائكم؟ حتى الآن لم نلمس أي استجابة ولم تأتي أي اتصالات يعني رسمية، أنا لا أمثل جهة رسمية معينة لكني كناشط فقط التقط خيط من قبل الأوتشا يعني بأن لديهم استعداد للتواصل مع الجهات المعنية. نعم. لكن يعني وديع لا يمثل جهة رسمية بل يفترض أن يتم الخطاب مع الجهات الرسمية التي تدير المديرية. أنا فقط وجهت نداء باسم المواطنين الذين هم ليس لهم أي علاقات إعلامية أو تواصل مع الجهات المعنية، خصوصا أن وسائل الإعلام الآن أصبحت هي القناة الوحيدة التي يمكن أن يوصلوا صوتهم خلالها. نعم. الصحفي وديع عطا متحدثا عن آخر المستجدات في حيث، كل الشكر لك. من خارج معاقل الإمامة إلى عقر دارها ينقل الجيش معاركه التحريرية بثبات وانتصارات حاسمة من ميدي في الشمال الغربي إلى كتاف والظاهر ورازح في جبهات صعدة، مرورا بجبهات قانية البيضاء وبرط العنان بالجوف. يكون الجيش قد دخل مرحلة جديدة من الصراع ضد الميليشيا تتميز بكسر العظام داخل مجالها الحيوي ومعاقلها التي تعتقد أنها عصية على التحرير. بانتصار حاسم في معركة ميدي أحرزه الجيش اليمني مؤخرا رغم تحصينات الإنقلابيين واستماتتهم للحفاظ على المدينة التي تقع على الحدود السعودية والبحر الأحمر بالأنفاق المفخخة وحقول الألغام المزروعة في كل شبر فيها. يكون الجيش قد نقل المعارك إلى داخل العمق الحيوي للإمامة بعد أن استمرت خلال 3 أعوام الماضية خارج المحافظات المهمة للإمامة، وصار الجيش متمركزا على بعد 3 كيلومتر فقط من حرض و2 كيلومتر من شمال الحديدة بحسب مصادر عسكرية في المنطقة 5. ليست ميدي وحدها مدخل النصر الكبير، ففي أكثر من جبهة على امتداد محافظات البيضاء والجوف وصعدة والحديدة وتعز يحقق الجيش انتصارات حاسمة، ورغم أنها بطيئة نوعا ما لكنها تسير بخطى ثابتة نحو الانتقال إلى المعارك التي تكسر عظم الميليشيا في عقر معاقلها الرئيسية. والانتصارات التي ينجزها الجيش هناك تؤسس لواقع عسكري وسياسي واجتماعي جديد لصالح الشرعية على حساب الانقلاب الإيراني. من قانية البيضاء يقود الجيش معارك لتحرير المحافظة التي التهمت آلافا من عناصر الإمامة السلالية،
لتغدو الدمار على بعد خطوات قليلة فقط من معارك التحرير. أما في جبهة صعدة فالجيش يقترب من مركز مديرية كتاف من اتجاه البقع، ويقترب من مديرية حيدان معقل إمامة الحوثيين الأول من جبهة الظاهر على بعد أقل من 15 كيلومتر فقط. الميليشيات السلالية دفعت بتعزيزات كبيرة لوقت تقدم الجيش في جبهات حجة والجوف وكتاف، لكنها لم تستطع إيقاف تقدم الجيش. وكان نيل أمين عاصمة الحوثيين أحد قتلى الجبهات إلى جانب مئات القتلى والأسرى، وهو إشارة مهمة تعكس حجم الانهيار المتواصل في صفوف جبهات الميليشيا الحوثية. في موضوع آخر، أكد رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح علي الجرادي أن الحزب يرفض أي تشكيلات عسكرية أو أمنية أو تكتلات سياسية لا تعترف بشرعية باعتبارها، مهددا للدولة اليمنية. وجاء تصريح الجرادي في تغريدة نشرها على موقعه في منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وبعد يوم على خروج تظاهرة شعبية في تعز ترفض تشكيل قوات ما يسمى بالحزام الأمني وإعطاء أي دور لقائد الحرس السابق في نظام صالح طارق عفاش في عملية تحرير تعز، باعتباره أنه كان مسؤولا عن جرائم القتل التي طالت المدنيين في المحافظة. وقال القيادي في حزب الإصلاح إن الحزب يدعم ويتبنى كل أشكال التحالفات مع الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية لمواجهة الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران. ويقود طارق عفاش مجاميع مسلحة مدعومة من الإمارات العضو في التحالف العربي، وبدأت تلك المجاميع في الانتشار في مديرية المخا الساحلية التابعة لتعز وسط أنباء عن تكليفه من قبل التحالف بقيادة معركة تحرير تعز. طالبت القمة العربية 29 المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على إيران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية ومن تزويد ميليشيا الحوثيين الإرهابية بالصواريخ البالستية الإيرانية المنشأ والصنع التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية، والامتثال للقرار الأممي رقم 2216. ودعت القمة التي استضافتها السعودية دعت إيران إلى سحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية وبالأخص سوريا واليمن. وأكد القادة العرب في إعلان الظهران التزامهم بمساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المرجعيات الثلاث، وبما يؤمن استقلال اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية ويحفظ أمنه وأمن دول الجوار. ورحب الإعلان بقرار دول التحالف العربي فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الأحمر لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية، مثمنا مبادرات إعادة الإعمار ووقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمني من خلال مبادرة إعادة الأمل وما تقدمه من مساعدات إغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الإغاثة والأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. كما أشاد القادة العرب بحرص التحالف العربي البالغ على الالتزام بالقانون الدولي والقوانين الإنسانية في عمليات العسكرية في اليمن رغم كل الاستفزازات والممارسات الحوثية الإرهابية الخطيرة تجاه الشعب اليمني وأمن دول التحالف. تأكيد سعودي بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وأن الحل في اليمن لن يكون إلا وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216. وفي الشأن اليمني فإننا نؤكد التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه. إذن هو موقف السعودية الرسمي من صانع القرار الأول فيها وقائد التحالف العربي كموقف ومبدأ ثابت، معلن هذه المرة بافتتاح قمة القدس العربية بمدينة الظهران السعودية. الملك السعودي جدد رؤيته للحل في اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها. كما نؤكد كل الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي الأزمة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليات التنفيذية وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن
2216. باعتبار الشرعية اليمنية حقيقة لا يمكن تجاوزها مطلقا سواء من قبل ميليشيات الحوثيين أو ميليشيات طارق صالح، ويأتي الموقف السعودي ردا على الجهود الإيرانية الرامية إلى تقسيم اليمن فعليا عبر سيطرة ميليشيا الحوثيين وإنشاء مؤسسات مستقلة خاصة بطهران لتكريس الانفصال شمالا كهدف قديم للإمامة والإيرانيين، ومثلته مؤسسات المجلس السياسي الأعلى وجمارك الانقلابيين في مختلف الطرقات والمحافظات غير المحررة. غير أن كلمة عاهل السعودية وجهت رسائل تحذيرية لأولئك الذين قد يستغلون التدخل العربي في اليمن لمصالح خاصة بهم قد تؤدي إلى تهديد الأراضي اليمنية في الجنوب أو الشرق ومن يقف خلفهم، ورفضا لأي محاولات لإنشاء تكتلات وأجهزة عسكرية تتبع السلطات الشرعية في اليمن في المناطق المحررة أو التي يمكن تحريرها قريبا. في شأن آخر، ترأس محافظ سقطرى رمزي محروس اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي بمحافظة سقطرى، هو أول اجتماع له منذ صدور قرار تعيينه الخميس الماضي. وأشار محروس خلال الاجتماع إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة وسعيهم الحثيث لتنفيذ مشاريع تنموية في المحافظة. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة العميد الركن الصالح علي سعد السقطري لرفع مقترح لإيقاف العبث بالشواطئ من بيع للأحجار وتغيير لطابع سواحل الجزيرة. وأشار المجتمعون إلى استغلال حاجة السكان إلى المال وتوجيههم نحو العمل على جمع الشعاب المرجانية من السواحل وبيعها بطرق تعمل على الإضرار بالبيئة وتغيير النظام البيئي للشواطئ. كما بارك المكتب التنفيذي قرارات الرئيس هادي بشأن تعيين محافظ ووكيل المحافظة ومدير عام لشرطتها. بهدف إحداث نقلة نوعية للأسر الفقيرة والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج، أطلقت منظمات محلية في مدينة القطن غربية مدينة سيئون بحضرموت برنامج نجاح لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يستهدف 25 متدربا ومتدربة بدورات مهارية مختلفة تمكنهم من امتلاك مشاريعهم الخاصة، يستمر لمدة عام كامل يكتسب فيه المشاركون والمشاركات قدرات ومهارات مؤهلة لسوق العمل لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم. تفاصيل في التقرير التالي. في الخطوة الأولى التي تتجه نحو تمكين هؤلاء المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة لامتلاك مشروعهم الخاص، يخضع نحو 25 متدربا ومتدربة من فئة الشباب في مدينة القطن ومحيطها بحضرموت إلى دورات مهارية وتدريبية مكثفة خلال عام كامل بهدف إحداث نقلة نوعية لهم ولأسرهم ونقلهم من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج. شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تكاد شريحة مغمورة في المجتمع، لذا جاء الاهتمام بهذه الشريحة من هذا المنطلق. برنامج يهدف إلى دمج هذه الشريحة وتمكينها، إدخالها سوق العمل، تحويلها من شريحة مستهلكة إلى شريحة منتجة. أخذت الدورات التدريبية في برنامج نجاح لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة طابع التدريب النظري والعملي في آن واحد، فتنوعت التخصصات بين دورات صيانة الجوالات والتمديدات الكهربائية وصيانة الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى دورات الكوافير المتخصصة. استفدنا من برنامج النجاح أننا تعرفنا على صيانة الجوالات وبرمجة الجوالات، وأعطانا احنا معلومات عن مجان كيف يعني استخدام الجوال بطريقة صحيحة. إن شاء الله نحن المستقبل إن شاء الله نحن نفتح محل أو نشتغل عند حد في محل إن شاء الله كذا وشي. لدى هؤلاء المتدربين هنا أمنيات كبيرة لامتلاك مشاريعهم الخاصة والاندماج في سوق العمل أو حتى العمل من المنزل، بعد أن رسمت المؤسسات المحلية الراعية للبرنامج والمتمثلة في مؤسسة صلة والبادية آلية تمكن من خلالها المشاركين لامتلاك مشاريع خاصة من خلال تقديمها الدعم المادي والمعنوي الذي يضمن نجاحهم في سوق العمل بعد فترة تدريب كافية لذلك. عبد الله مؤمن، يمن شباب، القطن.
أعلن البنك المركزي اليمني عن إعادة تمويل استيراد السلع الأساسية عبر توفير العملة بسعر خاص للتجار من خلال فتح الاعتمادات من قبل البنك المركزي عبر البنوك المحلية اليمنية ابتداء من يونيو القادم. بدا لافتا الجهود التي يبذلها البنك المركزي في عدن عبر اتخاذه لحزمة من القرارات والإجراءات المصرفية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وإعادة الحركة إلى الأسواق النقدية. محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام الذي وصل إلى عدن في اليومين الماضيين لأول مرة منذ قرار تعيينه محافظا للبنك، اجتمع الخميس الماضي مع أعضاء مجلس الإدارة واتخذ جملة من القرارات الاقتصادية التي تساعده على استعادة مهامه وأدواره والحفاظ على السياسة النقدية. استعادة البنك المركزي تمويل الواردات وتغطية اعتمادات المواد الأساسية وطبع عملات نقدية جديدة بالإضافة إلى سحب العملات التالفة من السوق هي أبرز تلك الإجراءات التي أقرها البنك المركزي في عدن لمحاولة استعادة أدواره والمحافظة على استقرار العملة الوطنية. وحتى يضمن البنك تدفق السلع الغذائية أعلن فتح اعتمادات المواد عبر البنوك الرسمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ابتداء من الأول من شهر يونيو القادم بالاستفادة من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار. وتوقفت واردات الغذاء إلى اليمن منذ منتصف نوفمبر 2016 نتيجة نقل نظام التحويلات المالية سويفت من مبنى فرع البنك المركزي في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا. لكن خبراء اقتصاديون ألمحوا إلى أن ضمان نجاح البنك المركزي والمحافظة على أدواره ومهامه وضرورة استئناف الحكومة الشرعية لعملية الإنتاج في شتى الموارد وبالأخص الموارد الهامة ومنها القطاع النفطي التي تشكل إيراداته 70% من ميزانية الدولة. عملية الإنتاج للموارد والثروات اليمنية من قبل الحكومة وإعادة عوائدها المالية للبنك المركزي اليمني وفق آلية واضحة وشفافة هو من سيضمن للبنك المركزي استمرار تدفق السلع والتحكم بالسياسة النقدية كما يقول اقتصاديون. في غضون ذلك اتفق البنك المركزي مع ممثلي الشركات والمصارف على تشكيل لجنة من ممثلين عن الصرافين والبنوك الرئيسية والتجارية تحت إشراف في البنك المركزي تتولى تحديد سعر صرف الدولار شهريا. كما خرج الاجتماع باتفاق على إيجاد نظام موحد يشمل عددا من الشروط والضوابط الكفيلة بتنظيم طبيعة العمل والعلاقة بين الصرافين والبنك ومعالجة الصعوبات التي تواجه الصرافين. وطالب البنك المركزي من مراكز الصرافة المرخصة في تقديم معلومات كاملة عنها للبنك المركزي ليقوم بدوره على أكمل وجه من خلال مراقبة السوق وتقديم التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العملية المصرفية. وأوضح أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحد من الآثار السلبية المترتبة عن ارتفاع أسعار صرف العملات والتلاعب بأسعار المواد والسلع المختلفة، وشدد على أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات صارمة ضد الجهات المخالفة سواء في البنوك أو الصرافة. أمام هذه الحركة التي يقوم بها البنك المركزي، هل سيحقق البنك الحد الأدنى من مهامه في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتغطية الواردات وكذلك صرف رواتب جميع الموظفين في عموم الجمهورية بشكل منتظم؟ على صعيد الأرصاد، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول مزيد من الأمطار خلال 24 ساعة القادمة على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية. وأوضح المركز في نشرته الجوية استمرار حالة الاستقرار في الأجواء وأن الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على تلك المناطق. ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والهضاب الداخلية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية. ودعا سائقي المركبات إلى عدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار بسبب التدفق المفاجئ للسيول، محذرا من انعدام الرؤية الأفقية في الطرق والمنحدرات الجبلية. وأشار المركز إلى أن أمطارا متفرقة ومتفاوتة الشدة هطلت أمس على أجزاء من محافظتي إب وتعز والهضاب الداخلية.
هذا وجرفت مياه الأمطار مساحات زراعية شاسعة من الأراضي الخاصة بأشجار الموز والحواجز والجسور الخرسانية بمدية الجراح جنوب محافظة الحديدة. ودمرت السيول الجارفة لوادي زبيد عشرات الجسور والحواجز المائية وأكثر من 100,000 شجرة موز في منطقة الصنيف وبيت الجعروري الواقعة في الأطراف الشرقية لمديرية الجراح وزبيد بحسب إحصائيات محلية. ودعا مواطنون وأصحاب المزارع الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري إلى سرعة التدخل للمساعدة بهذه الكارثة التي تهدد نحو 3,000 مواطن فقدوا مصادر أرزاقهم بسبب تلك السيول. يذكر أن منطقة الصنيف وما جاورها من أكبر المناطق الزراعية والمصدرة للأسواق في اليمن. نهاية نشرة المنتصف، تذكير بالعناوين. الخارجية اليمنية تكشف عن منع الإمارات للرئيس هادي من العودة إلى عدن. والجيش يستكمل تأمين المجمع الحكومي في مديرية الظاهر بصعدة، والمقاومة الشعبية تسيطر على مواقع جديدة بمديرية ذي ناعم بالبيضاء. الباتريوت يعترض باليستيين حوثيين في أجواء المخا، ودعوات متزايدة لسرعة إغاثة سكان قرى بحيث بدأوا أكل أوراق الشجر بعد حصارهم من الحوثيين. دمتم ودام اليمن بألف خير. إلى اللقاء. إلى اللقاء.